أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان في العلمين الجديدة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، ومجددا التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية، وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني. كما أشاد السيد الرئيس بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الإعراب عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون خلال السنوات الماضية، ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع على مختلف المستويات، وخاصة في ضوء الدور المصري البارز في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط. كما حرص رئيس الوزراء اليوناني على تقديم الشكر والتقدير إلى مصر عقب إرسالها لطائرات للمساعدة في عمليات إخماد حرائق الغابات في اليونان، في حين أعرب السيد الرئيس عن خالص التعازي والتضامن مع اليونان في مواجهة آثار وتداعيات حوادث حرائق الغابات، ومؤكدا وقوف مصر بجانب اليونان في مواجهة تلك الأزمة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واستمرار دفع التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وكذا التعاون في قطاعات التحول الأخضر. ومن ناحية أخرى، شهدت المباحثات تبادل الرؤى ووجهة النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في اتساق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار. كما ناقش الزعيمان تطورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، حيث ثمن رئيس الوزراء اليوناني ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ضوء ما تفرضه من أعباء بسبب استضافة ملايين اللاجئين على أرض مصر. أشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت في ذات السياق عددا من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها التبعات العالمية لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن مستجدات الأزمات القائمة في المنطقة وخاصة ليبيا، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بدعم المسار السياسي وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. اتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار.
ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك. هذه الزيارة حملت الكثير من الملفات التي تم التباحث فيما يتعلق بها، من ضمنها على سبيل المثال والحصر التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وكذلك التعاون في قطاعات التحول الأخضر. وأيضا تم الإشارة إلى أن مصر تعاونت مع الجانب اليوناني فيما يتعلق بإخماد الحرائق. إذن تعليق حضرتك على هذه الزيارة والملفات التي تم التباحث بشأنها. الحقيقة معظم الزيارات اللي بيكون بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارج أو حتى استقباله العدد من المسؤولين بتحمل كثير من الحقيقة النقاط الهامة في ظل التحديات بواجهها العالم بشكل كبير جدا. وأعتقد أن هذه الزيارات وأيضا فكرة التفاعل الدولي بتقوم به مصر بتعكس الثقة المصري بشكل رئيسي، وأيضا قدرتها على تحقيق مكتسبات مشتركة مع الأطراف المتعددة على مستوى الإقليم وعلى مستوى الدولي. يمكن علاقات مصر واليونان علاقات تاريخية زي ما نعلم جميعا، وانعكاس هذه العلاقات التاريخية يعني قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني بتولي فترة ثانية كان أعتقد انعكاس لهذه الزيارة. وأعتقد الرئيس الوزراء اليوناني انتهز هذه فرصة الاتصال ل وجود زيارة لمصر اليوم بتعكس عدد من الملفات حضرتك أشرت إليها، كلها ملفات هامة جدا في ظل تحديات مشتركة مع مصر والجانب اليوناني، على رأسها طبعا ملف الطاقة. ويمكن مصر بتولي هذا الملف اهتمام شديد الأهمية في ظل يمكن اهتمام القيادة السياسية منذ عدة سنوات بمنطقة يعني شرق المتوسط، وأهمية أن يكون هناك في اتفاقات مشتركة لترسيم الحدود، وأيضا وجود تعاون مشترك للبحث عن مصادر للطاقة في هذه المنطقة. ويمكن أعتقد اليونان من أوائل الدول اللي مصر يعني بتتوسم دوما للتعاون فيها في هذا المجال. نعم. في نقطة أخرى يمكن في مجالات مشتركة على المستوى الاقتصادي، نعلم حجم التحديات اللي واجهها الاقتصاد اليوناني في الفترات الأخيرة. أعتقد في خلال العقدين الأخيرين كان هناك مجموعة من أعتقد البرامج اللي بدأت اليونان تتخذها في هذا الصدد وفي هذا الشأن، ومن من من هذا التوقيت بدات ان هي تقوم برسم مجموعه دوائر للعمل على وجود خطه استثماريه مشتركه. مصر اعتقد كانت من الدول اللي يعني لبت او يمكن عندها رد فعل ايجابي في هذا النحو، واعتقد ان يمكن بتتلاقى وجهات النظر في اطار وجود برامج مشتركه لاحقاق الجانبين، خصوصا اليونان دائما هي جسر التعاون المشترك مع جنوب القاره الاوروبيه، وعلاقاتنا التاريخيه بتعكس حجم الجهود المشتركه في ظل اتفاقات مشتركة مع منطقة يمكن الأورو المتوسطي، والاتفاقات اللي مصر دائما بتعول عليها جزء رئيسي من حجم استثماراتها ونشاط الاقتصاد الخارجي. نعم. نضف إلى ذلك يمكن زي ما حضرتك أشرتي أن قيام مصر والجهود المشتركة في إخماد عدد الحرائق الفترة الأخيرة، واللي يمكن يعني وجد رد فعل وصدى من الجانب اليوناني وعلى المستوى الشعبي بالتأكيد، في ظل أن مصر دائما بتكون مهتمة بكافة الحقيقة الجانب الإنسانية مع الشعوب الصديقة، ويمكن ده بيتحقق بصفة مستمرة في ظل يمكن عمليات دعم بيقدمها الجانب المصري لأطراف متعددة. شفنا ده في يعني الزلزال الأخير كان في تركيا أو حتى في إيران وفي سوريا وغيرها من الدول المختلفة. وأعتقد اليونان هي أعتقد جزء من علاقات إنسانية مشتركة بتحاول القيادة السياسية إبرازها في مواقف متعددة، وده بيلقى التقدير المناسب زي يمكن يعني مكان رد الفعل الجانب اليوناني بيشير لهذا الصدد بالتاكيد. نعم. نضف الى ذلك هو البعد الخاص بالجانب العسكري اللي اشرت ليه، ان مصر واليونان لديهم الحقيقه يعني حجم من التعاون العسكري المتبادل في ظل وجود يعني حاله من حالات لا نستطيع ان نقول فيها نوع من انواع التهاب، ولكن احنا نقدر ان احنا يعني نرسيها بفكرة أن مصر دوما بتضع الملفات المشتركة الاستراتيجية منها العسكري أو الاقتصادي أو السياسي في مصاف واحد مع كافة الأطراف، وبتشوف أن يمكن هذه الملفات هي دوما جزء رئيسي لتحقيق تعاون مشترك مع الدول الصديقة المعنية. ويمكن على المستوى العسكري يمكن مصر واليونان مع توقيع مذكرات تفاهم مشتركه في عده مجالات كان الجانب العسكري
كان من اوائل الاهتمامات اللي وضعتها قاده السياسه المصريه والجانب اليوناني في ظل اهتمامهم المشترك لتحقيق تقارب في كافه وجهات النظر الازمات الاقليميه والدوليه بالتاكيد. نعم دكتور، مما لا شك فيه أن العالم كله يتحدث عن أزمات الطاقة، العالم كله أيضا يتحدث عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية التحول إلى الطاقة النظيفة. دعنا أيضا نلقي الضوء على هذه النقطة التي تم التباحث فيما يتعلق بها ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي وكذلك التعاون في قطاعات التحول الأخضر. إذن نحن الآن نتحدث عن ملفات العالم كله أصبح قلقا بشأنها ويبحث عن حلول لها. تم التباحث فيما يتعلق بهذه الملفات في هذه القمة وهذا اللقاء. مصر نوفمبر الماضي في 2022 كانت بؤرة اهتمام من العالم كله في ظل استضافتها الكوب 27، ويمكن هذه الاستضافة لم تكن استضافة بتحمل فقط معنى رمزي لفكرة أهمية ودور المصري فقط، ولكن هي كانت بتعني لجهود مصرية حثيثة في هذا الشأن المتعلق ب وجود رغبة مصرية أن تكون هناك نقطة تلاقي لكافة الجهود الدولية المتعلقة بالتحول الأخضر زي ما حضرتك أشرتي، وأيضا أن يكون هناك اهتمام عالمي بمشاكل المناخ ومشاكل الطاقة على حد سواء في العالم كله. العالم وهو بيواجه الأزمات الاقتصادية بيواجه أيضا أزمة متعلقة بالمناخ، ويمكن المناخ هي واحدة من الملفات اللي اصبحت بتعنى بكثيرا من الاهتمام في ظل وجود تغيرات مناخيه حاده بيواجهها العالم بشكل جدا، وايضا بنرى تاثيرات هذا بشكل رئيسي على كثير جدا من الجوانب الاقتصاديه والمحاصيل الزراعيه، وايضا تاثيرها على عمليات المد والجزر وعمليات التصحر واللي موجوده في عدد من البقاع الموجوده في العالم كله. في ظل القمم الفائته وعلى راسها يمكن هناك في قمه باريس انعقدت القمه الفرنسيه الافريقيه وحتى القمة الأفريقية الروسية الأخيرة كانت بتعني في حقيقة الأمر بدور مصري وكلمة مصرية بتهتم بشكل رئيسي بأهمية يكون هناك اهتمام بالتنمية المستدامة، والتنمية المستدامة بنعني فيها هنا هي فكرة تحقيق مكتسبات مشتركة للأطراف المعنية في هذه المفاوضات. في نفس الشأن هي أن نضع أهمية أو نضع اهتمام شديد الحساسية بمسألة المناخ وأيضا وجود التحول الأخضر. يمكن قمة كوب 27 الأخيرة أبرزت أن هناك في مشروعات طموحة ليست فقط في مصر، لأن مصر دائما بتعبر عن مشروعات للمنطقة كلها بأسرها سواء أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بالتحديد. مشروعات طموحة تنتظر جهود للتعاون في مجالات للتمويل هذه المشروعات للتحول الأخضر. المسألة أصبحت مش مسألة بتتعلق برفاهية لمباحثات تقوم بها عدد من الدول، ولكن أصبحت مسألة حتمية، لأن زي ما أشرت مسألة الأمن المناخي والأمن الطاقوي والأمن الغذائي كمان مرتبطين ببعض، وأصبحوا هم على رأس اهتمامات وأولويات الاهتمام في أجندات بتقوم مصر دائما بالتباحث والتفاوض مع أطراف معنية بشأنهم. نعم، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر. اليونان أيضا مهتمة بهذا الأمر، وبالأمس القريب كانت هناك اجتماعات من قبل رئيس الوزراء يتحدث عن الاستثمارات فيما يتعلق بهذا المجال وتصدير أيضا إلى القارة الأوروبية. القارة الأوروبية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة وارتفاع مفهوم الخط بوجود بدائل للطاقة مع القارة الأوروبية وفقا لحجم الضغط اللي مارسته روسيا على كافة الدول في أوروبا، أصبحت لديهم مشروعات طموحة خارج نطاق القارة وداخلها متعلقة بمصادر أخرى. يمكن وجدنا أن ألمانيا بتقوم باتفاقات مشتركة مع دول زي أنجولا زي ناميبيا زي جنوب أفريقيا في مجال الهيدروجين الأخضر. مصر الحقيقه كانت من اوائل الدول الحقيقه بدات تعي هذا الامر بالتحديد، وبدات الحقيقه مشروعات اتفاقيات زي ما حضرتك اشرتي من على راسها دوله اليونان. يمكن زي ما نعلم جيدا ان حجم التعاون المشترك ان اليونان هي جسر التواصل ما بين جنوب القاره الاوروبيه ومنطقه افريقيا وشمال افريقيا ومصر بالتحديد. كان هناك الاهتمام ان يكون هناك ايضا مشروع مشترك في مجال الطاقه وعلى راسها فكره الطاقه الهيدروجين الأخضر ما بين الدولتين.
يمكن السعي المستمر ما بين مصر لوجود مشروعات في مجال الطاقة هو فكرة مش بس أو ليس فقط تحقيق حلول الأزمة الطاقة في أوروبا وبدائل زي ما أشرت، ولكن أيضا لتحقيق مكتسبات لمصر والدول المنطقة بأسرها. نعم. الحقيقة الحلول مش مرتبطة فقط بالهيدروجين الأخضر، ولكن هناك في مشروعات أخرى مرتبطة بالحقيقة في زي ما نعلم جميعا أن هناك مشروع الطاقة الخاص بالطاقة الشمسية الموجود في منطقة أسوان، ويمكن مصر مهتمة أن يكون هناك في تسويق لهذا المشروع لمد خطوط للطاقة لأوروبا، وأعتقد زي ما أشرت يمكن اليونان هي أول الدول اللي من يكون معنية بأن تكون جذب لأي مشروع طاقوي مشترك ما بين مصر ودول القارة الأوروبية جميعا. نعم دكتور محمد، ذكرت أكثر من مرة وكما هو معروف بالفعل أن اليونان تعتبر جسر التواصل بالنسبة لمصر مع جنوب القارة الأوروبية، وفي نفس الوقت أيضا من المعروف أن مصر تعتبر البوابة للقارة الإفريقية، هذا أو الباب للقارة الإفريقية بالنسبة لليونان. أهمية هذه العلاقة الجغرافية بين البلدين فيما يتعلق بالقارة الأوروبية والقارة الإفريقية والتعاون بين الدولتين. مصر واليونان بيمثلوا يعني حضارات من أقدم الحضارات في العالم زي ما نعلم جميعا، الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية، ويمكن تلاقي الأفكار المشتركة مرتبطة بمعظم العلاقات ما بين الدولتين، مرتبطة بقدرة الطرفين على إيجاد ما هو جديد، لأن يمكن زي ما هي الحضارة بتنعكس الحقيقة على مجموعة من القيم والأفكار للدول، هي أيضا بتنعكس من خلال قدرتهم على تحريك وإدارة المواقف والأزمات المختلفة، وده يمكن ما تعول عليه دائما كافة الدول زي ما نقول دول العالم والدول الإقليمية على مصر بأنها منارة الحضارات في العالم كلها، وأيضا على اليونان على اعتبار أنها هي واحدة من أقدم الحضارات في العالم كله وفي أوروبا بالتحديد. مصر واليونان جغرافيا لديهم تقارب زي ما أشرت، ولكن في نفس اللحظة قدرتهم أن يكون هناك أيضا سواء كان دولة زي مصر وهي بتقدم مشروع زي ما أشرت أكثر مرة لأجندة أفريقيا 2063، يكون هناك أيضا تحقيق مكتسبات مشتركة مع دول إقليمية أخرى خارج القارة الأفريقية وعلى رأسها أوروبا بالتأكيد، واللي يمكن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الأوروبية، وأيضا المحرك الأفكار وأيضا الدفة الرئيسية اللي بتقدر من خلالها نقيس حجم علاقات القارة الأفريقية مع كافة دول العالم والقوى الإقليمية والدولية. يمكن ده بتعيي القوى الدولية وأيضا بتعيي دولة زي اليونان، عشان كده اهتمام معظم الرؤساء الحكومات والقيادات السياسية في عدد من الدول أن هناك في تشاور مستمر في عدد من القضايا والموضوعات بتهتم فيها بالجانب المصري، ليس فقط لكل الأبعاد اللي ذكرناها البعد الحضاري والجغرافي وأيضا التاريخي اللي ما بين مصر واليونان، ولكن كمان بفكرة الاتجاه فكرة البعد المستقبلي، لأن مصر كمان لديها خطط طموحة وبتعكس كل هذه الأبعاد من خلال قيادة سياسية بتاعي للتحرك في اتجاه أو في تحقيق مكتسبات للشعب المصري وأيضا للشعوب المنطقة بأسرها على المستوى الإفريقي والمستوى العربي. نعم، رئيس الوزراء اليوناني أيضا خلال هذه الزيارة ثمن الجهود المصرية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي نجحت مصر بالفعل في أن توقف مثل هذه الظاهرة. أهمية المجهودات التي قامت بها مصر لإيقاف الهجرة غير الشرعية. مصر بتاع أهمية هذا الملف، والحقيقة يعني مع وضع مصر أهمية وجود مفهوم أو فكرة إيجاد حلول الهجرة غير الشرعية، هي بتجد أيضا مجال آخر أو بالتوازي ملف آخر، ملف اللاجئين، وكان من أهم الملفات اللي وضعت على مدى المفاوضات اليوم، لأن مصر من أكثر الدول استقبال لاجئين وأيضا من أكثر الدول اللي يمكن ده بيلقي مزيد من الضغوط على كاهلها وبتتعامل في المؤسسات الدولية للأمم المتحدة وأيضا على المستوى الإقليمي لملفات اللاجئين، لكن ملف الهجرة غير الشرعية اهتمامه مرتبط، ويمكن ده طرح مصر منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، أن مجالات التنمية المشتركة ما بين دول جنوب القارة الأوروبية وشمال أفريقيا هو المجال الآمن أنا ممكن أن نحقق من خلاله حلول للهجرة غير الشرعية. يعني عندما نجد مجموعة من المشروعات المشتركة اللي من الممكن أن تستثمر فيها دول القارة الأوروبية داخل أفريقيا، تستطيع من خلال إيجاد مستوى معيشة أفضل من خلاله نوجد حلول إنسانية
لمن هم لديهم الرغبة للهجرة للقارة الأوروبية، وبالتالي نستطيع أن نقيم مجتمع أفضل ليهم بعيدا عن أن يلجأوا لأي طرق للهجرة دي لدول القارة الأوروبية. وبالتالي يمكن الحلول غير الإنسانية اللي من الممكن أن وضعتها بعض الدول، إذا وجود حوائط أو وجود حواجز ما بين الدول أمام اللاجئين أو أمام أي عمليات هجرة شبيهة، الحياة في حقيقة الأمر هي حلول غير إنسانية بيرفضها المجتمع الدولي بصيغة مستمرة. لكن مصر دائما بتضع الحلول العادلة وأيضا الأفكار المشتركة اللي ممكن من خلالها تستطيع دول الجنوب القارة الأوروبية وشمال أفريقيا النهاية إن هم يحققوا تنمية مشتركة توقف من خلالها الهجرة غير الشرعية ونحقق تنمية على أسس سليمة. دكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، جزيل الشكر لحضرتك. الأعوام الأخيرة شهدت تبادلا مكثفا للزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان لإجراء مباحثات عدة بهدف تعميق العلاقات بين البلدين، والمزيد في هذا العرض. ترتبط مصر واليونان بعلاقات وطيدة وممتدة عبر التاريخ، كما يعمل البلدان وبشكل مستمر على تحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بينهما. المزيد في هذا العرض مع آلاء طاهر. أهلا بكم. علاقات متميزة تلك التي تربط مصر واليونان، والتي تعود إلى زمن بعيد بحكم المنطقة الجغرافية الاستراتيجية التي تجمع البلدين. فضلا عن التجربة التاريخية المشتركة للدولتين وشعبيهما، وخصوصية كبيرة تحظى بها العلاقة ليس فقط كونها تضرب بجذورها في أعماق الحضارة الإنسانية، بل تتعدى ذلك لتمثل على مدار عقود نموذجا للترابط والتعايش بين الثقافات. وشهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، لتصبح نموذجا يحتذى به في التعاون الثنائي لمصلحة الشعبين وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث توالت الزيارات الرئاسية والدبلوماسية بين البلدين. عديد الزيارات تبادلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، والذي تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، حيث أعرب الرئيس السيسي خلال تلك الزيارات على اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع الأصعدة. كما أشاد الرئيس السيسي بالتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي
في مختلف المجالات. ومن جهته أكد رئيس الوزراء اليوناني خلال عدة لقاءات على حرص أثينا المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع القاهرة ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدا تطلع اليونان لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائية والصداقة القائمة بين البلدين. توافق في رؤى البلدين حول أهمية العمل على تدعيم الروابط المشتركة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية استمرار تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التبادل التجاري والسياحة، فضلا عن ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في المنطقة. وفي عام 2017 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية إحياء الجذور لتكون مصر أول دولة في العالم تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أراضيها، حيث استهدفت المبادرة ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وتعزيز الترابط بين شعوب البلاد الثلاث. بينما مثل إعلان مصر واليونان عام 2018 عاما للصداقة المصرية اليونانية إبرازا للنتائج الإيجابية لتطور العلاقات بين البلدين وتلبية طموحات الشعبين لتحقيق التنمية بما شهده من أنشطة ثقافية وأدبية وفنية وندوات وغيرها من الفعاليات الثنائية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك. وشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، حيث تستهدف مصر واليونان توطيد العلاقات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، مع توافق الجانبان على تشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة. كما تتنوع الاستثمارات اليونانية في عدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الصناعة. ويبرز التعاون العسكري بين القاهرة وأثينا كأحد مجالات التقارب بين البلدين، وهو المجال الذي شهد إقامة العديد من التدريبات المشتركة بين البلدين، أبرزها التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا. كما نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية اليونانية، بجانب تنفيذ التدريب الجوي المشترك حورس عام 2015، فضلا عن عقد اجتماعات ثنائية دورية لتعزيز التعاون المشترك. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا للعلاقات المصرية اليونانية المتنامية خلال السنوات الماضية. شكرا على طيب المتابعة. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة. بعد قليل بإذن الله تلتقون بنشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.